وشد الهمة، ادي شبابك لموا اللمة، قوم يا مصر وشد الهمة، ادي شبابك لموا اللمة، وفوا عودهم وصنعوا عودهم، قبل يا غالية تكوني على القمة، قوم يا مصر وشد الهمة. الفردي هو يمارسه احد الافراد المجتمع من تلقاء نفسه او بمشاركه مجموعه من اصحابه، مع انه فردي بس بمشاركه، لان الفرد اللي بيقوم بيه والتاني فرد وده فرد وده فرد، عملنا مشاركه مع بعضينا. تمام. تاسس القناعات اخلاقيه واجتماعيه او شرعيه، يعني هو من جواه عنده الحس الاجتماعي فاشتغل عليه، لكنه محشور في مجموعه معينه، في المدرسه، في الشارع، في المنطقه بتاعتي، الكلام ده ليس له استقرار. خلاص خلصت موضوع رمضان، شهر رمضان كنا بنعبي حاجات مواد دمويه للغير قادرين والكلام ده، خلاص حلاوه المولد دمناها، خلاص خلصت، مش مستقر ده. خلصت، مش ضامنين السنه الجايه هنعملها ولا لا. تمام؟ ملهوش حسب دماغنا، ممكن يتغير والجماعه دول يقول لك لا الشهر السنه ده مش عارف، ماليش نفس اعمل، ظروفي مش سامحه. يبقى العمل الفردي غير مستقر، بس من جواك انت عامله وليه مردود وقتي مش مستمر. تمام؟ ده العمل التطوعي الفردي. الثاني بقى على طول العمل المؤسسي، انك تدخل ضمن مؤسسه جمعيه او مدرسه او كذا، حاطين سياسه انه هيشتغلوا طول السنه والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها، لان الطلبه بتطلع وطلبه بتدخل، مدرسين بيمشوا ومدرسين بيجوا، الجمعيه فيها اعضاء السنه دي اتخرج ومشوا، جولنا اعضاء جداد. فالعمل المؤسسي مستمر ودائم ومستقر. فعندي نوعين من العمل اشكاله، عمل فردي وعمل ايه؟ مجتمع مؤسسي، اللي هو ضمن مؤسسات جمعيه او مدرسه او ممكن مستشفى او ممكن حضانه او كذا، مع بعضينا احنا عاملينها مع بعض، بس في اطر وخطوط وتخطيط ان احنا نشتغل ازاي ونستمر ازاي وازاي نزود عدد المتطوعين، او مش عدد المتطوعين نقدر نعوضهم ازاي. فده يعتمد على تطوير واستقطاب الشخصيات الفاعله، ان انا ازود عدد المتطوعين. يبقى كده نوعين. طيب السلوك التطوعي، في فرق بين الحاجتين، في فرق. بص الورقه دي، السلوك التطوعي والعمل التطوعي، لازم نفصل بين الاثنين. سلوك تطوعي اللي انا بقوم بيه ده سلوك منهج من نفسي، نفسيتي كده ان انا اعمل حاجه تنفع المجتمع، متطوع فيها، ان انا امنع ارمي المنديله في الارض عشان احافظ على التلوث، ده سلوك. ان انا اوطي صوت التلفزيون او السماعات، ده سلوك. العمل ان انا اقوم بالحاجه دي واحط الغير على فعلها، يبقى السلوك التصرفات اللي انت بتعملها، الفرد نفسه من تلقاء نفسه، ولكنها تاتي استجابه لطالب معين. طالب معين ايه؟ ان انا معايا منديل عايز ارميه، مش لاقي مكان اروح ارميه هنا، لا، سلوكي ان انا ايه؟ في الباسكت بتاعه. تمام؟ او موقف انسان ان ينفع يندفع المرء لانقاذ غريق، واحد مرضى بيغرق ومفيش حد عايز ينقذه، تك 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 تك، رحت رامي نفسي طلعت، ده سلوكي مش عمل تطوعي. ما هو لو بيجي عمل تطوعي يبقى كل ابدا ادور على كل منطقه فيها بحر او فيها نهر، ادور مين يغرق اتطوع اروح انقذه، ده عمل تطوعي يبقى. لكن سلوك ان انا البيت ده زي ما قلت لكم زلزال، هو كلهم في زلزال عشان انتوا في عمل تطوعي؟ لا، ده في سلوك تطوعي، ان انا لقيت زلزال او حريقه الواحد جريت جبت انقذت الناس وساعدتهم، ده السلوك. العمل ان انا اكون زي ما احنا اتفقنا ان الدوله محتاجاه او المنطقه او المجتمع محتاجه وبعمله انا. تمام؟ يندفع غريق يشرف على لك او اسعاف جريح بحاله خطره اسرع حادث اليم، وهذا عمل نبيل لا يقوم به للاسف الا القليل اليوم.
بسيط تمام، وفي هذه الظروف يقدم يقدم المرء على ممارسه وتصرفات غير انسانيه حاجه من جواه بنلاحظ عنده، ولا يتوقع الفاعل منها اي مردود مادي مش محتاج منها مردود. طيب ناجي الشكل الثاني الفعل التطوعي اللي هو العمل نفسه، ده بدا يختلف عن السلوك. ليه؟ لان ده انا بشوف احتياجات المجتمع ايه واعملها، وده لا ياتي استجابه لظرف فارغ بل نتيجه تدبر وتفكر دراسه. المجتمع ده محتاج ايه؟ محتاج نزرع شجر هنزرع، محتاج دهانات هندهن، محتاج تعليم هنعلم، محتاجين مواد غذائيه هنديهم مواد غذائيه. يبقى ده ان انا بخطط وافكر واتدبر. مثل الايمان بفكره تنظيم الاسره وحقوق الاطفال باسره مستقره وامنه، فهذا الشخص يتطوع للحديث عن فكرته. هتكلم مع الناس هقنعهم. اخواننا اسره صغيره تساوي حياه سعيده. اخواننا عدد الاسره اعدادها ممكن الاسره يبقى فيها 9 افراد بس مصدر الرزق واحد 300 جنيه او 1000 جنيه او 2000 جنيه ممكن ما تكفيش. فانتوا يا ريت العيال يبقوا ايه عددهم اقل. تمام؟ وقعد اضيع وقته بس انا مقتنع بفكره. انا متطوع انشر الفكره دي. زي ما الاستاذ محمد هنا مثلا متطوع ينشر فكره ان التعليم الفني لسوق العمل، تاهيل لسوق العمل. شغال يقنع الناس ويعمل دورات ويضيع وقته والكلام ده. تمام؟ وينطبق هذا على عائله والبيت. طيب درس الثقافه خلاص احنا قلنا ازاي تزرع في نفسك الثقافه. تمام؟ العمل التطوعي قيمه انسانيه كبرى تتمثل في العطاء والبذل. ده قيمه العمل التطوعي قلنا احنا اول كلام لو تفتكروا ايه الثواب منه؟ تمام؟ وهيعود عليك انت وانه يرجع بناء اجتماعي واقتصادي. تمام؟ اهميه العمل التطوعي الخيري قلناها خلاص. الجمعيات الاهليه والمؤسسات المدارس والكلام ده اللي بيساعد الناس. تخفيض تكلفه الانتاج والنفقات الحكوميه ان انا اساعد الناس ان انا بدل ما يجيبوا شركه نظافه تنظف والناس سلوكها ترمي الزباله تجي الشركه تجيب اعداد اكبر هتكلف الدوله. لكن لو احنا متطوعين قلنا قلنا عملنا حمله توعيه ان ما ترميش في الشارع وانك انت ما تعملش كذا 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 هخفض النفقات بتاعه ايه؟ الدوله. هتعود علينا في التعليم، هتعود علينا في الصحه، في الكلام ده. المساهمه في زياده الانتاج قلناها في موضوع الزراعه، لما انا اتطوع واوري المزارعين يبقى كده الانتاج بتاعي هيزيد، وفي نفس الوقت هترجع على الناس بايه؟ انها تبقى اقل في الفلوس بتاعتها. ايه انت هتستفاد؟ احنا قلناها الاول هتستفاد في الدنيا وفي الاخره. تنميه الاحساس لدى المتطوع اللي هو ان انا الحس الاجتماعي اللي عندي. ومن يستفيد من الخدمات ان لها مشاركه ايجابيه. رسم السياسات بتاعت الدوله ويشوف الدوله المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي محتاجه ايه ومتابعه تنفيذ البرامج، وكل ده اللي على الخير وكل واحد يدل على الخير كفاعل زي ما احنا بنقول. واخيرا الانشطه التطوعيه من اهم معالي التنميه الاجتماعيه لان نمو حركتها واتساع حركتها يعني كل ما تزيد النهارده في البركه السيل المنشيه كيما الحقروب النصريه قرع واضح كارور الجزيره غرب اسوان لما يبقى في كذا مكان للعمل التطوعي اتسعت المساحه بتاعته. طول ما اتسعت المساحه بتاعت العمل التطوعي يبقى المجتمع كله هيبقى فيه محبه، في ترابط مجتمعي، في سعاده، في تنميه ونماء للمستوى الاقتصادي. فكل ده هيوصلني لايه؟ تقدم، وان انا بنمي الدوله بتاعتي وبنمو بيها وبصعد بيها لفوق. كده انا بتهيألي خلصت المحاضره بتاعتنا. تمام؟ وده كله طبعا من فضل ربنا، وعايز كل واحد فيكم بعد ما يخلص اي حاجه يقول هذا من فضل ايه؟ ربي. لان انا ربنا طبعا بيسر لك الصح. الخطا بيسر مين؟ الشيطان اللي وسوسك. هو الشيطان بيكون قاعد فين؟ لا طب ما احنا كلنا بنفس المبادئ. لا في الناحيه الشمال. كلنا بنفس المبادئ. لا. طب انا عايزكم تعملوا اختبار وبالامانه خبرا اقول للاستاذ اشرف والاستاذ محمود علي. تمام؟ انا دلوقتي متوضي ومصلي وطالب الدم واخدت دش وكل حاجه. عايز اعرف مكان الشيطان فين؟ لا معروف. لا اختبار بسيط. هجيب منديل او قطنه
وتكون قافل دش عادي او متوقف تمام التمام. تمام؟ واجي امسك المنديل شايفين الحته دي؟ الحته دي شايفينها؟ حط المنديل فيها بس الحته الوحيده اللي ما بتوصلهاش ميه. هتلاقيها الحته الوحيده مش مداري من جوه اهي دي الحته الوحيده ما بتوصلهاش الميه وانت بتاخد دش وكده الا لما انت تكون قاصر. تمام؟ اهي دي لو جيت مسكت منديل وامانه بقى امانه محملكم الامانه هتتحاسبوا عليها تقول النتيجه بتاعتك ايه؟ مع نفسك هتلاقي طالع منها ايه؟ زي التراب او مخلفات. هي دي الشيطان دلوقتي وعايزكم تجربوها. الولاد انا عملتها معاهم كل واحد وزعت عليه منديل وقلت له اللي هيطلع المنديل بتاعه زي ما هو هدي له 50 جنيه. الحمد لله انا لما كنت مش بيني ولو لو ايه؟ ما انا لا ما انت لا انا شاكر فين؟ انا شاكر ليكم حسن الاستماع واتمنى انكم تكونوا استفدتوا حاجه واتمنى الاقي مجموعه من المتطوعين كده عاملين مع بعضكم. شبابك لموا اللمة قوم يا مصر وشد الهمة ادي شبابك لموا اللمة وفوا عودهم وصلوا عودهم قبل يا غالية تكون يا القمة قوم يا مصر وشد الهمة. علشان اللي ما فاهم يفهم انك غالية يا مصر عليهم انك شمس ونور لعينيهم شالوا همومك فوق اكتافهم علشان اللي ما فاهم يفهم انك غالية يا مصر عليهم انك شمس ونور لعينيهم بدأوا الخطوة من أسوان وصلوا معاها لكل مكان ما كله خدمة للإنسان.